برحب بحضراتكم من جديد. كلامنا في هذه الفقره عن الجوله الاولى للدوري الممتاز والايجابيات في هذه الجوله، ايضا السلبيات وابرز المدربين وابرز اللاعبين في هذه الجوله، طبعا التحكيم وبعض الكلام عن مشكله التحكيم في الجوله الاولى اللي ممكن يكون النادي الاهلي ما استفادش منها او يعني اتضر بشكل كبير في مباراته الاولى او في الجوله الاولى بالنسبه له امام طلائع الجيش. ايضا هنتكلم على بطوله اوروبا اللي ان شاء الله هتبتدي او دوري المجموعات هيبتدي النهارده، طبعا مباراه قويه جدا هتبتديها طبعا بمباراه برشلونه واليوفنتوس. هنستمتع طبعا بهذه المباريات مره اخرى، دي متعه كره القدم من خلال دوري ابطال اوروبا. يعني هيكون في ضيافتي استاذ بلال السيسي الناقد الرياضي بالبوابه نيوز. برحب بيك يا استاذ بلال. اهلا بك يا كابتن محمد، واهلا بكل متابعي قناه الاهلي في الوطن العربي وفي مجموعه مصر. منور بلال. منور يا كابتن مصر. ايضا استاذ محمود عصام الناقد الرياضي باليوم السابع. برحب بيكم. اهلا بيك كابتن محمد. منور. الله يخليك. طيب خلينا نبتدي بالدوري المصري، الدوري بتاعنا، الدوري احنا دايما بنستمتع بيه وبيبقى دايما في سخونه. السنه دي يمكن وضع مختلف، نتائج التعادلات على واخده شكل كبير او مستحوذه بشكل كبير على الجوله الاولى. بلال، ثلاث مباريات بس فوز في هذه الجوله، ده يدل على ايه لو حضرتك او وجهه نظرك في بالشكل الكبير في التعادلات ده؟ والله كابتن اخو من كلام حضرتك طبعا، يعني احنا الجميع في الوطن العربي او خاصه الكره المصريه ليها طبع وليها مذاق خاص، على الرغم مثلا من الناس كتير تقول لك في سلبيات فيها وفي كلها، بالتاكيد كل ده بالمقارنه باللي احنا بنشوفه بالدورات الاوروبيه، لكن الطابع المصري او الكره المصريه ليها مذاقها الخاص وليها متابعينها وليها عشاقها في مختلف انحاء العالم. ده بدايه. تاني حاجه يعني مثلا زي ما حضرتك بتقول ثلاث انتصارات بس، احنا لسه في اول جوله، ده لو ندل عن حاجات كتير جدا، يمكن ابرزها انا من وجهه نظري تقارب اللاعبين في المستوى، ما عادش فيه الجاب الكبير ما بين الفرق. صحيح. يعني ما عادش فيه الجاب الكبير ما بين الفريق مثلا ما بين الفرق زي ما كان زمان، ما عادش فيه ده، ما عادش فيه خوف من الفرق الصغيره امام فرق كبيره. والدليل على كده ان احنا شفنا ماتش مثلا الاسيوطي لسه صاعد حديثا من الدوري الدرجه الثانيه، بيلعب المقصه اللي هو صيف النسخه الماضيه من بطوله الدوري، التعادل فرض عليه التعادل بقياده طبعا كابتن علي ماهر. المقصه الاسيوطي قدم اداء كويس جدا، شايف ان الرهبه اللي هي كانت عند الفرق الصغيره قدام الفرق الكبيره دي ما عادتش موجوده دلوقتي، باستثناء طبعا يعني احنا اختصرنا، وعمليه المنافسه في الدوري المصري بتقتصر دايما في خلال المرحله الماضيه ما بين الاهلي والزمالك، يمكن الاسماعيلي بعيد. انا اراهن ان الاسماعيلي السنه دي يعني خلال الفتره اللي فاتت الاسماعيلي كان بعيد، لكن السنه دي الاسماعيلي يرتب اوضاعه بشكل مميز جدا، شايف اللي هو اراهن ان الاسماعيلي هيقدم موسم استثنائي السنه دي نظرا لما امتلكه من مجموعه من اللعيبه مع مدير فني ديسيه، وشايف ان ده يعني هنستمتع بالدوري، يعني مش المنافسه هتبقى مختلفه تماما. طبعا الاهلي عودنا اللي هو دايما يبقى البطل، عودنا اللي هو دايما يبقى رقم واحد في المسابقه، طبعا هو الاكثر تتويجا، في عده اهداف كتير جدا الاهلي بيسعى عليها السنه دي عشان خاطر بعض تحقيق بعض الارقام القياسيه، يمكن ابرزها اللي هو يحقق البطوله ال40 والنجمه الرابعه ليه على قميص. طبعا ما فيش خلاف ان الاهلي دايما بيبحث عن الانجازات وعن الالقاب، لا خلاف على دوت. برضو في الجهه المقابله هنلاقي نادي الزمالك اللي عايز يصالح جماهيره ويصالح جماهيره مره ثانيه بعد الاخفاق اللي حصل في الموسم اللي فات. طيب استاذ بلال اتكلم على انديه صغيره وعدم خوفها من الانديه او الوضع اختلف طبعا الاستعدادات بالنسبه للانديه كلها، بعض الصفقات اللي بتبقى موجوده في الانديه الاخرى كلها بنشوفها انها قويه او بتشوف انها بتبقى في صالح الفريق نفسه. هل ده هيستمر بالنسبه للانديه الصغيره او الانديه اللي ممكن تكون صاعده حديثا للدوري الممتاز؟ بص، هو اول عيب بيبقى في الدوري المصري عندنا استعجال، الاستعجال هو السمه بتبقى الابرز في الدوري المصري على طول، لازم ما يمرش علينا اول خمس جولات او اول 10 جولات الا لما نشوف كميه كبيره من المدربين بتتغير، احنا لو صبرنا على المدربين الناس هي دي اللي بتبقى عامله فتره الاعداد، احنا لو صبرنا على المدربين اللي بيبقى مع كل فريق هنشوف تحسن اكبر بكتير من كده. زي ما حضرتك شفت كده الاسيوطي ماشي بشكل كويس جدا بفريق لسه صاعد معاه الامكانيات فعلا الماديه، وكابتن علي ماهر تقدر تحكم على الاسيوطي من اول جوله؟ لا مش هقدر، بس بيبقى في ملامح، في بوادر بتوريك فريق منظم، بتوريك ان فريق عرف يخنق المقصه. المقصه السنه اللي فاتت كان احسن فريق في الدوري بعد الاهلي طبعا، بس كان لازم نشوف حاجه ثانيه من المقصه. المقصه كان معتمد ان هو نازل باسم، اللعيبه كانت واخده سنه غرور وهي نازله ان الاسيوطي لسه فريق صاعد، ما كانوش عاملين له حساب كانه فريق لانه فريق لسه طالع،
كمان تغيير الجهاز الفني ممكن يكسب كمان على فكره المفاصل. لولا بس هي اخطاء والخضه بتاعت اللعيبه بس عشان لسه برضو الخبره مش موجوده. الاسيوطي من الدور الثاني ممكن نشوفه بشكل كبير في نص الجدول، مش هيبقى بينافس على الهبوط بس، لا ده هيبقى في نص الجدول ممكن كمان يزاحم فرق زي طلائع الجيش، زي الانتاج الحربي، زي الداخليه. هنلاقي ناس في نص الناس اللي في نص الجدول هنلاقيها، هتلاقي فريق زي الاسيوطي ده هيتعبهم كتير. طيب خليني اكلمك على بلال، على المدربين. يمكن كل واحد بيبقى ليه استعداداته، زي ما بقول لك يمكن كابتن حسام حسن بعد بطوله كاس مصر كمل معسكره وكمل شغله، ايضا احمد حسام ميدو طلع وعمل معسكر خارجي، باقي الفرق ايضا بنفس الوتيره ونفس الاستعدادات. بتشوف المدربين بقى في الجوله الاولى وتميزهم، بتشوف ابرز المدربين في الجوله الاولى ازاي؟ يعني لو اختار نجم المدربين في الاسبوع ده ممكن يبقى ديسيه، مدير الفني للاسماعيلي. خاصه اللي هو قدر يقلب النتيجه بعد تاخره بهدفين دون رد، اللي هو يكسب 4-2. طبعا يعني ده ما بيقللش من المجهود اللي قدمه كابتن هاني رمزي مع الاتحاد. بالتاكيد طبعا يعني كابتن هاني ظهر بشكل كويس جدا، الفريق ظهر بشكل كويس جدا في خلال الشوط الاول تمام، لكن هي الاسماعيلي قدر اللي هو يلم اوراق بسرعه جدا، وده تحسب طبعا بالتاكيد للمدير الفني اللي قدر يعرف نقاط الضعف عنده ويعالجها بسرعه جدا، ويقلب الطاوله على الاتحاد اللي بيلعب على ارضه. ده رقم واحد بالنسبه لي. رقم اثنين شايف كابتن علي ماهر طبعا، يعني اللي انا شايفه ان كابتن علي لسه اول سنه دوري ممتاز، اللي هو يقدر يحرج مصر المقاصه اللي هو وصيف الدوري السنه اللي فاتت، ويفرض عليه التعادل بالشكل اللي احنا شفناه. الموضوع ما جاش بالصدفه، لا الموضوع جه وفقا للراجل اللي اشتغل وتعب واجتهد، حفظ لعيبته كويس جدا على اللي هو على اللي مطلوب، لعيبته قدروا ينفذوه، قدر يسيطر على اللعيبه، قدر اللي هو يقدم شكل ويظهر بشكل كويس جدا خلال اول جوله. طبعا كابتن حسام حسن لو احنا زي ما حضرتك بتتكلم، كابتن حسام بيمشي ماشي بخطوه ثابته جدا، شايف اللي هو ان كابتن حسام ناس كتير جدا كان يقول لك لا ده كابتن حسام مجرد حماس ما فيش فنيات. طبعا كابتن حسام انهى الجدل ده تماما وفقا لما ظهر عليه مصر السنه اللي فاتت. صحيح. واللي انا في نهائي كاس مصر اللي انا اقدر افنش بلعيبه مش كتير، يعني لعيبه مش كبيره مع المصري، افنش في المربع الذهبي للدوري وابقى وصيف كاس مصر واحرج النادي الاهلي لغايه اوصل مع الماتش لاشواط اضافيه. ده من الموضوع ده يا جماعه مش موضوع اللي هو حماسه بس، لا بالتجديد الراجل ده اشتغل على نفسه كتير جدا. شايف ان كابتن حسام خلال فتره قريبه جدا ممكن نشوفه يعني على هرم الرياضه المصريه. في طيب. محمود خليني اكلمك على المباراه اللي امامنا على الشاشه، مباراه الاسماعيلي والاتحاد، ويمكن استاذنا بلال استاذ بلال اختار المدير الفني لفريق الاسماعيلي كان من افضل المدربين في الجوله الاولى، نتيجه تحول من الهزيمه للفوز في هذه المباراه وبعدد وفير من الاهداف. سبب التحول ده ايه؟ هل ضعف فريق الاتحاد ولا قوه فريق الاسماعيلي؟ اخد من كلام زميلي بلال طبعا ان مارسيل دي صبري كان نجم الجوله، فعلا نجم الجوله، كان احسن مدرب، قدر يغير النتيجه، قدر يلعب على اخطاء المنافس. الاتحاد السكندري كان الشوط الاول كان هو مسيطر تماما على الماتش. مارسيل دي صبري عرف يقرا الملعب كويس، عرف ايه عيوبه ايه عيوب المنافس. الاتحاد السكندري الشوط الثاني وقع بدنيا جدا، هو ده السبب في ان اغلبيه الثلاث اهداف اللي جم كانوا هم متعادلين لغايه الدقيقه 76، لغايه اما موسى كمارا جاب الجون الثاني تعادل. الاهداف كلها جت في اخر ربع ساعه. اخر ربع ساعه ده يدل عن ايه؟ يدل عن اللياقه البدنيه ضعيفه، لانه في اول موسم الفريق وقع واللعيبه كلها خلصت كل الحاله البدنيه اللي عندها في الشوط الاول. مارسيل دي صبري عرف يقرا ازاي ان الاتحاد السكندري المساحات ورا الجنبين عنده ضعيفه جدا. الشغل كله كان من ناحيه ابراهيم حسن. ابراهيم حسن السنه اللي فاتت كان من احسن لعيبه الموسم، والسنه دي ان شاء الله هيكون من احسن لعيبه كمان. ابراهيم حسن عرف ياخد الحته بتاعت ابو تريكه، حته عبد الله السعيد، ان هو اللعيب اللي بيجي من تحت بيعرف يدخل ال 18 امتى، عارف يلاعب زمايله امتى، عارف يرفع امتى، عارف يشغل زمايله امتى. حتى لو هو مش لو تابعنا على ابراهيم حسن، ابراهيم حسن بيعرف يشغل لعيبه بالكلام، بيعرف يوجه لعيبته حتى لو الكره مش معاه. بقى قائد في نص الملعب وهو لعيب صغير، وكان المفروض نشوفه في المنتخب الفتره الجايه، لان احنا محتاجين بديل لعبد الله السعيد زي ما في صالح جمعه، زي ما في احمد الشيخ. ان شاء الله يكون معانا ابراهيم حسن الفتره الجايه. طيب خليني اكلمك على ممكن ملاحظه انا لاحظتها بلال ومحمود، ان اللاعبين المحترفين هم اكثر اللاعبين اللي احرزوا اهداف في الجوله الاولى.
ده يدل او بيبقى بالنسبه للقرار اللي اتخذ من اتحاد الكوره بوجود عدد 4 لاعبين محترفين في الدوري المصري بيديك مؤشر ان انت لحاجه جيده حاجه مظبوطه ولا بتشوفها ازاي بقى؟ انا كبلال يعني انت بتتكلم في فريق الاسماعيلي لوحده 3 لاعبين محترفين احرزوا هدف، ايضا الفريق الزمالك كابون كاسونجو، ايضا جون انتوي، اوميد اوكري، يعني دول اللاعبين اللي احرزوا اهداف في هذه الجوله. انا كبلال كابتن محمد شايف من وجهه نظري ان 4 لاعبين افارقه ده كتير جدا، خاصه اللي انا بتعامل مع 2 سواء سوريين او فلسطينيين اللي هم معامله مصريه، فبالتالي انا بقى عندي 6 لاعبين، ال6 لاعبين دول مش من مصريين، ممكن وارد ان جدا يبقى في تشكيل فيه 6 لاعبين غير مصريين، فبالتالي ده هيضر بالصالح العام للكره المصريه وهيضر بالصالح العام للمنتخب الوطني. شايف ان قرار اللي انا ال3 لاعبين كان مناسب جدا. لو تفتكر حضرتك كابتن محمد اللي احنا جينا فتره منعنا الحراس الاجانب من الاحتراف في الدوري المصري، مزبوط. فبالتالي ده اعاد بالفايده على ايه اللي اعاده؟ اعاده طبعا يا كابتن، انا اديت فرصه. مين اللي ظهر بالنسبه لك كابلال؟ طبعا انا عندي شريف اكرامي، عندي احمد الشناوي، عندي محمد عواد، عصام الحضري لا خلاف عليه. لكن هو ايام ما كان في لاعبين او حراس مرمى محترفين كان كابتن احمد شوبير، كان قبل كابتن ثابت، وكان مجموعه بس من كابتن. كان لو حضرتك لو حضرتك جيت حسبتها كنت هتلاقي ايه؟ كنا هنلاقي مثلا هو 1 ولا 2. لا عندي دلوقتي كم كبير جدا من الحراس مؤهل اللي هو يحرص على المنتخب، بس اللي احنا الناس دي محتاجه اللي هي تاخد الفرصه عشان تثبت امكانياتها. تمام، بس مش اكتر. لكن بس مركز واحد غير لما يبقى عدد يعني في مجموعه اللاعبين، يعني مركز واحد ده بيصعد منه واحد، لكن لما انت بتقوي الدوري بتاعك من خلال عدد من المحترفين، احنا بنشوف الدوري السعودي في 6، في الدوريات الاوروبيه طبعا مفتوحه بشكل كبير. دايما عندنا الكره المصريه لها طابع خاص. لو جينا حضرتك شفت عبر التاريخ هتلاقي البطوله بتيجي بايه؟ باللعيبه المحليه. لو جينا شفنا من سنه بطوله 2006 و2008 و2010 القوام الاساسي للمنتخب كان قوام محلي، كان كم عدد المحترفين ساعتها؟ كان 3 لعيبه محترفين. فبالتالي ما كانش فيه 4، فبالتالي كان فيه 3. فانا مع دلوقتي يا كابتن تقدر تقول لي مين مهاجم مصر الاول؟ مهاجم مصر الاول عمرو جمال. جميل جدا، فين كابتن عمرو جمال؟ في البيت فيست. جميل، مين بديله؟ كوكا، لاعب محترف. جميل. يعني انا في الحته اللي قدام دي بعاني منها جدا. طب ما انا دلوقتي اضريت ان انا في ايد 4 لاعبين يعني ما تخلقش حاله من المنافسه لما بلاقي فيرود افريقي جاي بياخد مكاني كلاعب مصري؟ يا كابتن ما انا اصلا الحته اللي قدام دي عندي كلها دايما الفرق بتميل للمهاجم الافريقي او للبلاي ميكر الافريقي او اللي هو الهداف الافريقي. فكره الاستسهال ان احنا عايزين اللي بيخلص. طب ما هو ده دور بقى موجود على الفرق وموجود لقطاعات الناشئين اللي في الانديه انها تشتغل في الجزئيه دي. ما هو يا كابتن لو بصينا احنا عندنا في 20 جول اتسجلوا ست محترفين، ست اجانب هم اللي مسجلين الاهداف. فين بقى اللعيبه المصريين؟ هتلاقي لعيب مدافع، لعيب جاب جون في مرماه، لعيب من ضربه جزاء. مفيش الشغل. احنا بدل ما نعالج الازمه بنفكر ازاي نحل ازمه المهاجمين اللي مصر كلها بتعاني منها. مش من سنه، لا ده من فتره كبيره، من ساعه. طب احنا ليه بنتكلم على المهاجمين في اللاعبين المحترفين بس؟ لان حضرتك لو بصيت على هات لي كده مدافع اجنبي وقلاب خط وسط نادرا لما بينجحوش، يعني مش ما بينجحوش نادرا لما تلاقي حد بيجيب مدافع. هتصرف ليه فلوس على مدافع وياخد $1,000,000 ولا $500,000 على مدافع؟ انا عايز مهاجم اللي يخلص لي الماتش. المدافع انا ممكن بتكتيك، انا مدرب، انا هعرف اخلص اقفل ورا، هعرف اقفل ورا، هعرف العب على هجمه مرتده واحده بسرعه المهاجم الافريقي اللي هيبقى معدي طبعا بكتير اللعيبه المصريه. ما انت عندك الاهلي اهو، عندنا علي معلول، عندك ماتشامبي اهو موجود. علي معلول ده احنا اجبرنا عليه خلاص. حضرتك علي معلول احنا افضل مدافع. لا يعني هو دي حاجه مش ايوه فرصه قدامنا ان احنا نعرف نجيب علي معلول، دي طبعا ما تتفوتش. انما ما فيش حد تاني يقدر يغامر زي الاهلي كده. لولا اللعيبه السوريين ان اتفتح لهم ان هم يتعاملوا معامله المصريين ما كناش شفنا مدافع سوري. كنتش عمرك حضرتك سمعت عن مؤيد العجان ولا عبد الله الشامي ولا الناس دي؟ ما فيش حد. بتشوف التجربه دي ازاي يا بلال انت ومحمود؟ انا شايف عن نفسي ان التجربه هي مساعد كان احنا واقفين جنب الشعب السوري، بس برضه احنا عايزين نرفع الرياضه المصريه عندنا عموما. هي الكره خلي بالك برضه هي مش نقطه وقف، خلي بالك احنا شايفين المنتخب السوري وصل للملحق الخاص باسيا، يعني منتخب كابتن الكره قوي بغض النظر طبعا اللي بيحصل او المشاكل الموجوده هناك، لكن لا هيجي لك لعيبه مميزه. وانت هيجي لعيبه مميزه تمام، احنا ما بنقولش ان احنا هنجيب لعيبه وحشين. خلينا نبقى متفقين، احنا بنشوف الدوري الانجليزي بنقول يا نفسنا نبقى زي الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي حاجه واحنا حاجه. انا بتكلم عايزين نوصل عايزين نوصل تمام، يبقى نبدا المنظومه. جميل، الدوري الانجليزي
جميل. انا هاخد من كلام حضرتك للدوري الانجليزي، تقدر تقول لي المنتخب الانجليزي اخر مره خد كاس العالم امتى؟ لا اخر مره اخر بطوله خدها بس ما بيأديش، مش في مش بنفس قوه الدوري. اخر بطوله خدها امتى؟ مش موجوده صح. بطوله 96 يورو مفيش، سته من 96 لغايه دلوقتي حجم اقوى دوري في العالم. المفروض ان اقوى دوري في العالم يبقى ده انا عندي بمتلك اقوى منتخب في العالم. فبالتالي احنا شفنا ان الاحتراف هناك اضر بالكره الانجليزيه. احنا لو يعني خلاف على الانجليز ماشيين غلط مثلا في حته، لا الانجليز ماشيين غلط في فرق. يعني انا دلوقتي هناك النادي ليس مملوك للدوله صح، النادي فكر استثماري. انا كل اللي عايز توصل لهنا للمرحله دي في وقت من الاوقات جميل جدا، بس مع الحفاظ على الهوى المصريه. تمام. اللي انا ما اقلبش المنتخب الاستراتيجيه بتاعتك. انا بالنسبه لي منتخب رقم واحد، انا المنتخب عندي رقم واحد. الناس دي الانديه كلها بتلعب وتتصارع من اجل بطولات ونادي بالتاكيد، لكن الهدف الاسمى بالنسبه لك كابتن او حلم اي لعيب في الدنيا اللي هو يمثل منتخب بلده. دي وجهه نظري. احنا بصينا كمان، طب ليه بقى بنطالب ان احنا نبقى زيهم؟ طيب ما دام احنا عندنا رقم واحد منتخب ده وليس الانديه وليس الدوري والفرق، طب ما احنا نطالب. دي وجهه نظري. احنا ليه ما ناخدش الحاجه الكويسه من هناك ونطبقها عندنا هنا؟ يعني حضرتك بتتكلم عن الدوري الانجليزي، لو مش الانجليزي بس، عندنا لو بصينا على الدوري الانجليزي هم عندهم ازمه المبالغ الماليه الطائله اللي بتدفع في اللعيب. مانشستر سيتي هم عايزين يعالجوا حته مانشستر سيتي الاستسهال اللي عنده، ان هو عايز يشتري مدافع جاهز ب 50 مليون. احنا عمرنا ما شفنا مبلغ 50 مليون ده في اي مدافع في العالم. مانشستر سيتي دلوقتي بيضم اغلى ثلاث لاعبين في التاريخ في مركز المدافع. هم عملوا ايه بقى الدوري الانجليزي؟ قرروا اغلاق سوق الانتقالات قبل بدايه الدوري عشان يواجهوا ان اللعيبه بتيجي جاهزه، لا عشان يبقى داخل النادي من اول الموسم الانتقالات حاطط اهدافه، عارف هيدفع في ده كام وده هيدفع في ده كام وهيجيب مين. مش هاجي في الاخر شهر ورا دافع ال 50 مليون واستسهلت وجبت. يعني انت واضح ان انتم يعني مطلعين على الدوريات الاوروبيه. طب مشكله المنتخب مثلا بتاع المنتخب الانجليزي، انتوا وديتوني للحته دي الصراحه. يعني الاجراءات اللي ممكن كانوا يحلوها بسبب عشان يحسنوا المنتخب افهم ازاي؟ الغاء البوكسنج دي اسهل حاجه وكل الناس بتطالب بيها، حتى مدربين الدوري يعني بيلعبوا الثلاث ماتشات في ست ايام. الست ايام ست الثلاث ماتشات مش انتقالات يعني. لا انا هجي لحضرتك بقول حاجه من كذا حاجه. اهم حاجه دي عندهم ست ايام بتلعب فيهم ثلاث ماتشات، والثلاث ماتشات دوري انجليزي ما بينفعش عندهم هم يفرطوا في نقطه. التفريط في النقطه دي بتبقى عندهم خساره. عمرنا ما بنشوف لعيب مثلا خارج يقول الحمد لله على نقطه التعادل، لا هم هدفهم على طول المكسب. عشان كده لازم الدوري الانجليزي. هم دلوقتي بيعتمدوا على ايه؟ تقليل فكره البوكسنج دي، في ماتشات هتتقل بدل ما هي بس على ست ايام بيفكروا ان هم يخلوهم على تسعة ايام، يبقى كل ثلاث ايام ماتش، عكس بقى كل ما الدوريات كلها في العالم بتاخد بوكسنج دي لوحده. احنا احنا عشان احنا بنلعب بوكسنج بس ربنا يكرم والدوري السنه دي يكمل، يعني ربنا يكتب لنا نصيب اللي احنا نصعد كاس عالم. لازم الدوري باذن الله في شهر خمسه، في شهر خمسه يعني ما فيش امل غير اللي هو يخلص في شهر خمسه. ولا انت سمعت كلمه يكمل؟ يكمل ايه؟ لازم يكمل دي صناعه كوره. لا قصدي على التوقفات اللي بتيجي على مثلا، يعني احنا مثلا كابتن لما بقى مثلا في معسكر للمنتخب ممكن الدوري يتوقف مثلا 20 يوم 25 عكس الحاج عامر طبعا بس في حته عكس مثلا يوفق في الجزئيه دي، عكس مثلا المنتخبات الاوروبيه ممكن اللعيب بيجي قبل الماتش مثلا، او زي ما بيحصل مع لعيبتنا المحترفين اللعيب بيجي مثلا قبل الماتش بيومين ثلاثه 48 ساعه. فاحنا لازم ده يتقنن عشان خاطر نقدر اللي احنا مش هدفنا اللي احنا نروح كاس عالم وبس، لا احنا هدفنا اللي احنا نروح كاس عالم ونوري الناس ونأدي ونظهر بشكلنا اللي احنا اللي الناس كلها بعد غياب كتير جدا تشوف مصر فيه بالشكل اللي يليق بمنتخب مصر. طيب هرجع لكم الدوري المصري، وفي الجوله الاولى ابرز اللاعبين اللي ممكن تكون شفتهم مميزين او بدايه مبشره ليهم ان هم يبقوا مميزين في هذا الموسم. انا شايف ان يعني من وجهه نظري لو جبناها مثلا من النادي الاهلي، شايف ان احمد الشيخ يعني لو ركز شويه واشتغل على نفسه شويه هيقدر اللي هو يثبت نفسه. هو طبعا احمد الشيخ ما فيش خلاف على امكانياته، ما فيش خلاف على قدراته الفنيه. شايف ان اللي هو لو كده ممكن هيظهر بشكل كويس جدا. شايف ان ممكن هو لسه ما عملش خد دلوقتي باكا ايه رايك في صحيح هبه؟ لعيب قوي جدا، لعيب سريع، لعيب هداف، لعيب مش حاضر وجاهز وذهنيا جاهز، اكتف على الجون بشكل كبير جدا. مش عمليه اللي انا لسه جايب لعيب صغير صغير في السن فاجربه، لا هو جاي وعارف قيمه النادي اللي هو جاي له. والدليل على كده اللي هو يعني انديه كتير جدا في اوروبا بتهتم بيه وكانت حاطاه تحت المجهر، يعني النادي الاهلي موفق جدا في هذه الصفقه. يمكن باكا اتوقع له سنه سنتين يعني مثلا فتره قريبه جدا، وهتلاقي فيه عروض كبير جدا جايه له
دياله عن طريق النادي الاهلي. النادي الاهلي شايف لو ممكن يستثمر فيه كويس جدا طبعا. 19 سنه لسه فلسه عنده كتير جدا. وحللنا يعني حلل النادي الاهلي الحته اللي قدام دي شويه كابتن بقى في حلول. يعني ممكن تلاقي ده باكا ممكن يجي مثلا من يمين ممكن تلعب راس حربه. الحته التهديف دي باكا هيساعد فيها كتير جدا زي ما حضرتك شايف دلوقتي كده. يعني شوف حضرتك لو احنا لو رجعنا بالجون شويه هتشوف هو جاي منين وازاي هو قدر يفنش الجون بشكل كويس. يعني خلي بالك هو بيرد برضه على بعض الاعلاميين اللي طلع قال لك ده مصاب ومش عارف ايه. نفس الكلام اللي كان حصل مع يابونا، ولكن طبعا اللاعب واضح جدا انه بيرد على كل الناس اللي ممكن تتكلم. معرفش هم بيتكلموا كلامه خلاص بقى، هم عايزين يتكلموه بيشككوا في اي صفقه ممكن النادي الاهلي يجيبها، ولكن سبحان الله كل مره الصفقه تنجح بشكل كبير وبتتباع بمبلغ اكبر من اللي المنافسين هم اللي مرض مش هو اللي بيبقى مريض. ايه هو بيرد عليهم في الملعب، المنافسين هم اللي بيجي لهم مرض مش لا مش ما انت دلوقتي طالع تحلل اداء وتحلل ان هو كان مصاب وهو لاعب عنده 19 سنه. يعني انت بتتكلم حتى لو هو اتصاب فتعافيه بشكل سريع نتيجه ان هو سنه صغير عنده امكانيات بدنيه، فانت بتحاول تشكك وخلاص. دي في حد ذاتها واضح جدا ان النادي الاهلي دايما محطوط تحت السبوت، محطوط طبعاً. هو ولاعيبته تشكيك في اي صفقات ممكن تجيبها، ولكن زي ما بقول لك اترد قبل كده عن طريق ايفونا وبيترد حاليا عن طريق سليماني كوليبالي. صحيح صحيح. خليني اكلمك برضو على ابرز اللاعبين من وجهه نظرك في من وجهه نظري شايف ان ابراهيم حسن زي ما قلت قبل كده ان هو كان نجم الجوله. كابونجو كاسونجو هيقدر يفيد الزمالك جدا بسرعته، متحرك جدا. كمان احمد الشيخ هيكون فارق كتير مع الاهلي في حته صناعه اللعب، هيقدر يريح عبد الله السعيد. احمد الشيخ عنده ميزه انه يلعب تحت راس الحربه او جناح. احمد الشيخ مشكلته كانت الماتش اللي فات انه مستعجل يوصل الكره لقدام، عايز يبين نفسه بسرعه، فده اللي وقعه في ميز باص، مع انه لعب 24 باص منهم 20 باص صح، اربعه منهم كان ممكن الاربعه الميز باص دول كان ممكن يوصلهم انفرادات، اغلبيتهم كان من نص الملعب هجمه مرتده للاهلي تتلعب المدافعين من كتر الرجول اللي تبقى الكابتن احمد سامي كان بيرصها قدام الاهلي عشان ما يوصلش الكره كان بتخبط فيه، يعني مفيش حد كان بيقطع الكره بفكره، لا ده كانت بتخبط فيه. احمد الشيخ ان شاء الله هيكون افاده للاهلي. وليد ازارو برده لو شال من دماغه حته الاستعجال، وليد ازارو زيه زي اي مهاجم مهمته التهديف، هو شايف ان الهدف قدامه وخلاص. حضرتك طبعا اكتر واحد تقدر تكلمنا على فكره المهاجم دي، وليد ازارو مستعجل، هي مشكلته الاستعجال، لو صبر وما استعجلش على الجون هيقدر. كابتن حسام البدري في ان هو يبقى موجود من بدايه الدوري، كابتن حسام طبعا فاهم حاجه زي دي، مش احنا اللي هنعرفه. كابتن حسام البدري عارف ان اللعيب في اول ظهور ليه او ثاني ظهور ليه بيبقى عايز يوري الجماهير ان هو جاهز، هو اللعيب اللي هم مستنيينه. حتى ظهور احمد ياسر ريان، احمد ياسر ريان كان متحرك جدا، الجماهير يهدوا عليه، ده وضع طبعاً طبيعي طبعا يعني. احمد ياسر ريان ان شاء الله هيكون مكسب كبير للاهلي، ونشوفه ان شاء الله محترف قريب جدا. احمد ياسر ريان من هو صغير لو كنا حضرتك بنتابع البرنامج الناشئين على قناه الاهلي، كان من يوم ما ظهر احمد ياسر ريان هو عارف طريق الجون، فترته فتره التهديف. في لعيبه كده بتظهر طبعًا. من وقت ما بتظهر هي فترتها التهديف، شغلتها التهديف. ان شاء الله احمد ياسر ان شاء الله نتمنى طبعا ان كل اللاعبين في النادي الاهلي يبقى في مستواهم الطبيعي. عايز اكلمك بقى قبل ما نروح لفاصل ونرجع بقى نتكلم على دوري ابطال اوروبا، المباراه مولعه النهارده بدايه من مباراه اليوفنتوس ومباراه الصقر بالنسبه لبرشلونه امام اليوفنتوس. هي كلامك على التحكيم والمشكله اللي واجهها النادي الاهلي في هذه المباراه، مباراه طلائع الجيش، وتسببت في عدم فوز النادي الاهلي نتيجه طبعا عدم احتساب مجموعه من ضربات الجزاء اللي كانت واضحه جدا بالنسبه للنادي الاهلي قبلها. بص يا كابتن، احنا لازم نعترف ان اي حل اي مشكله بيحتاج عده عوامل. ابرز عامل في الموضوع بتاع التحكيم ده التخطيط. احنا ما عندناش يا كابتن تخطيط، يعني ازاي ناهل حكم قادر على اللي هو يلعب بعيد عن الضغوطات وبعيد عن اي حاجه. ممكن يا كابتن الحكم ده يعني بالتاكيد مش الحكم مش نازل يبقى مستقصد اللي هو مثلا فريق معين ضد فريق، لكن ممكن اللي انت مثلا هو ما عندوش ثقافه اللي انت مثلا ازاي تتجنب الضغوطات وازاي تلعب وفقا للي انت شايفه صح، واللي انت شايفه صح هو اللي حرك اللي انت تقول عليه. عمليه يا كابتن اللي احنا في عمليه ما فيش ثقافه يا كابتن من الانديه في التعامل مع الحكام، وده اللي يقدر يضبط الموضوع ده اتحاد الكوره. يعني مثلا احنا لو شفنا كابتن مثلا في سيف الدوري الانجليزي او الدوري الاسباني او الدوري الايطالي، لو جينا شفنا مدير فني مثلا او رئيس نادي او كده بيقول تصريح مسيء او تصريح عنيف ضد اي حكم، هتلاقي يا كابتن في عقوبات رادعه من المسؤولين على اللعبه في هذه الدوريات بتحمي حكامهم. فبالتالي انا الحكم لما بيوصل لي احساس ان انا في حد ورايا وفي ظهري حاميني هلعب لعبي العادي.
هلعب لعب العادي. لكن احنا عندنا الموضوع ده مفيش. يعني احنا مثلا لو في حكم مثلا زي ما شفنا كابتن اللي انت في ناس ممكن ما تروحش الماتش عشان خاطر مش عايز الحكم ده يلعب ولا الحكم ده يلعب او غلط مثلا او اخ الحكم ده اخطا, اصل مش انا مش هفضل طول عمري ببقى مظلوم. مزبوط. بالتاكيد انا هستفيد من هستفيد من الاخطاء التحكيميه النهارده زي ما انا هعاني منها النهارده. في ده جانب. الجانب الثاني اللي انا لازم كلجنه حكام لازم ان الحكم لما يخطئ لازم يتعاقب هو كمان. لكن ما ينفعش ان انا مثلا كحكم اللي انا اقصر في نتيجه ماتش بالشكل اللي احنا شفناه مثلا ماتش الاهلي وطلع الجيش, ما ينفعش ان انا يبقى عندي ثلاث ضربات جزاء ما تحسبش منهم واحد وانا وفي المقابل اللي انا ما يبقى مش ما فيش عقاب رادع. لا بالتاكيد لازم يبقى في عقاب. بس لا انا انديه ثانيه انا بتكلم وفقا بس اللي احنا اللي اتعرض قدامنا. يعني الموضوع فيه وارد جدا. يعني مثلا في ماتش بتروجيت والداخليه برده كان في اخطاء تحكيميه واحد الفريقين طلب باعاده المباراه بسبب برده الاخطاء التحكيميه وعدم صحه ضربه الجزاء. فاحنا نرجو حمايه الحكام من المسؤولين على اللعبة في مصر. ده رقم واحد. ده كابتن لو اتحقق هتلاقي فيه ان السيولة ومرونة في التحكيم. انا عارف ان انا لو في حد طلع غلط فيا في حد يقدر يجيب الحق. ده رقم اتنين. الدورات يا كابتن لازم الحكام دي نقدر نشتغل, لازم نشتغل معاهم كويس جدا ولازم يبقى فيهم محاضرين دوليين وكبار يجي يفهموا الدنيا دي. يا كابتن ممكن تلاقي في حكام عندنا بتحكم وما مش مطلع بكل القوانين وكل القواعد الحديثه في كره القدم. يعني كل يوم في جديد في عالم التحكيم. لازم الحاكم يبقى دارس يا كابتن, مش موضوع اللي انا جاي من البيت بحكم خالص. دارس الفرقتين كمان. صح, ده انا ادرس الفرقتين ده مهم جدا خصوصا لما باجي العب مع فرق كبيره. هل ممكن يبقى يتم اختيار حكام بشكل معين لهم قدرات خاصه او قدرات كبيره في تحكيم المباريات الكبيره زي الانديه الكبيره زي الاهلي الزمالك عشان حتى يبقى عنده الثقه ان هو ما يتهزش في بعد ما يعمل خطا؟ عارف في ناس او مش عايز اقول إيه, في حكم مثلا ما بيعمل خطا يقول لك لا ايه انا مش لو انا حسبت هيقولوا ان انا بحسبها عشان الخطا الاولاني وهكذا. يعني لا احنا عندنا مشكله في الحكام مش من السنه دي ولا السنه, في كل مشكله عندنا في كل سنه بنلاقي مشكله للحكام, مش مشكله سهله. المره دي بدري قوي. ما بدري عشان يا كابتن احنا كل مدى ما بنسوق مفيش تحسين. كل ماتش يحصل فيه مشكله كبيره نبدا نسمع كلام حمايه الحكام والحكم بشر. لا يا كابتن مفيش حاجه اسمها الحكم. بص على الدوري الالماني مثلا, احنا وصلوا درجه التطور بتاعتهم ان هم خلاص وصلوا ان يبقى في حكم سيده. حكم سيدة تقدر تسيطر على 11 لعيب. 11 لعيب دول بيبقوا في قمة حماسهم ان هم يواجهوا سيدة. الدوري الالماني من احسن الدوريات في الحكام. الحكام طبعا محتاجين شغل كتير عندنا. السنة اللي فاتت كان في مشكلة, السنة اللي قبلها كان في مشكلة, كل مرة بنتفاجئ ان عندنا مشكلة. لا يا كابتن احنا المفروض نبدأ معسكرنا من بدري زي ما الاندية بيبقى ليها معسكر قبل الدوري. لا لازم الحكام يبقى ليهم معسكر. هو بيبقى فيه معسكر بس شهر ثلاث اسابيع. والحكام بقى ايه؟ بيبقى اللي صاحب رئيس لجنة الحكام, معلش يا كابتن انا هغيب عن التمرين النهاردة, معلش يا كابتن الاختبار ده مش هقدر اجيه عندي مشوار. بيحصل يا كابتن, اسأل اي حد في اتحاد الكورة مش في يعني ليه في اتحاد الكوره عشان هو مرتبط بشغل ثاني. ايوه طبعا. ما هو دي برده دي مش ازمه على الحكم. لا ده الحكم مظلوم في الحته دي. الحكم احنا شفنا فتره جه علينا كان الحكم بياخد الفلوس في الماتش. الفتره دي الدوري كان متميز جدا 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 في فقره التحكيم فيه لان الحكم كان بياخد حقه. احنا دلوقتي لو بصينا على الحكم اقل فرد في المنظومه. المنظومه اللعيب بياخد اللي بياخد مليون واللي بياخد نص مليون واللي بياخد 2 مليون. الحكم بياخد كام؟ خلصت على اللعيبه انت كده. مش خلصت على اللعيبه يا كابتن حقهم. اصل اللعيبه احنا لو شفنا لعيب بيغلط بيروح جاري على الحكم مطلع كل غلبه فيه. انا هاخد يا كابتن مظلوم طبعا. هاخد من كلام محمود, انا اسف محمود انا قطعتك. هاخد من كلام محمود حاجه. احمد حمدي اللي هو الحكم الاهلي حكم الساحه. الحكم ده كابتن السنه اللي فاتت في دوري السنه اللي فاتت ما رضاش يلعب الماتش لما ياخد فلوس. قالوا له عايز انا قال لهم انا عايز فلوسي كاش دلوقتي حالا. كان ماتش الاتحاد والماتش اتاجل تلت ساعه ساعتها. قال لك انا مش هنزل الملعب غير لما اخد فلوسي. فده برضو بعض من اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو لازم تبقى انت موفر له كل حاجه عشان خاطر لما يجي يخطئ تقدر انت تعاقبه عقاب رادع. احنا ما بنقولش لما هو لو يخطئ لازم يبقى في عقاب. يعني لما يبقى في خطا باين وواضح لكل الناس لازم يبقى في عقاب عشان يبقى واصل لكل الناس اللي هيخطئ. فتدي له حقه طبعا في الاول لكن زي ما انت هتدي عشان لما يجي يخطئ بقى تقدر تعاقب عقاب رادع فيه. صحيح. يعني هو عمليه التطوير والتحديث في منظومه التحكيم مهمه جدا اعتقد
يعني لو جبنا بقى فيديو او حكم الفيديو او سماعات برضو اللي بيستخدمها هو شخص، والشخص ده لازم يبقى عنده قدرات عالية في جزئية التحكيم، تحركات واعية في الملعب، بقى شخصية داخل الملعب، كل ده مهم جدا بجانب طبعا هذه الامكانيات اللي ممكن تبقى بتنضاف ليه، سواء بقى زي ما بقول لكم سماعات او حكم فيديو، كل ده بيبقى مهم. ولكن هو في الاخر منظومة موجودة، هي كرة القدم جزء من منظومة هو التحكيم. لما بتبقى ناجحة منظومة بتكمل بشكل كبير طبعا، مع بعض، مع اللاعبين، مع الأندية، كل ده مهم جدا. يا رب ان شاء الله في الفترة القادمة ما يبقاش في اخطاء، او الاخطاء تقل زي ما كنا بنتكلم قبل كده. الأجهزة الفنية والأندية لازم تساعد اتحاد الكورة او التحكيم اثناء المباراة، لازم كمان ايضا التحكيم والعدل يبقى موجود داخل المباراة عشان ما يبقاش في مشاكل، عشان ما نلاقيش المدير الفني في المباراة اللي بعدها عشان هو اعترض في المباراة يبقى بيدير فرقته من بره الملعب ايضا. يعني ده اللي احنا نتمناه، عشان كده يعني ما مش عايزين الاخطاء دي تبقى موجودة بشكل كبير. مجهود من كابتن عصام فتاح، نتمنى يبقى فيه وقفة في الجزئية دي قبل طبعا المرحلة اللي جاية، لان مرحلة طبعا هتبقى تخش بقى في المعمعة الدوري، وان انت في فرقة هتتأثر بشكل كبير من نتيجة الاخطاء التحكيمية دي، هتلاقي مشكلة كبيرة اعتقد احنا عشناها السنة اللي فاتت مش عايزين نعيشها تاني. بعد الفاصل ان شاء الله هيكون كلامنا عن دوري ابطال اوروبا، دائما بنستمتع بهذه المباريات دوري ابطال اوروبا، ومباراة يعني هنبتديها وهنتكلم عليها من خلال طبعا مباراة قوية جدا، مباراة اليوفنتوس وبرشلونة، وأيضا بعض أو باقي الفرق اللي هتلعب النهاردة مباراة قوية جدا في دوري أبطال أوروبا، هنتكلم فيها بعد الفاصل مع ضيوفنا في الاستوديو.